بسم الله الرحمن الرحيم لفرنسيا. فد الفقرة إن شاء الله سنرى حوارا بين سيدة وابنتها. إذن أتو بيا دورمي؟ هل أنت نمت جيدا؟ أتو بيا دورمي؟ هل أنت نمت بشكل جيد؟ أو هل أنت نمت بشكل جيد؟ إذن تو بيا دورمي يعني أنت نمت بشكل جيد. جي بيا دورمي يعني أنا نمت بشكل جيد. إذن السؤال تنقلب فيه هذا السوجي مع لو فيرب. إذن نقول أتو بيا دورمي. يعني هل أنت أو هل أنت نمت بشكل جيد. إذن ماذا ستقول البنت؟ وماما أتوا. نعم أمي. وأنت؟ إذن ماذا ستقول الأم؟ وي ميرسي. نعم يعني المقصود أنا أيضا نمت بشكل جيد. سيتادير كومو أوسي جي بيان دورمي يعني أنا أيضا نمت بشكل جيد. إذن ماذا قالت الأم؟ وي ميرسي. نعم شكرا. فيان تو ديجوني؟ هل ستأتي لتفطري؟ فيان تو ديجوني؟ هل ستأتي لتأخذي فطورك؟ فيان تو ديجوني؟ البنت نو جو في أتوندر أن بتي مومون. لا أنا سأنتظر لحظة صغيرة. المقصود أنني سأبقى بعض الوقت. نو جو في أتوندر أن بتي مومون. نو جو في أتوندر أن بتي مومون. نو جو في أتوندر أن بتي مومون. إذن لحظة. لحظة بطبيعة الحال في اللغة الفرنسية هي كلمة مذكرة. إذن نو جو في أتوندر أن بتي مومون. لا أنا سأنتظر بعد الوقت. داكور كولا تو فير. داكور يعني متفقة. داكور أو متفق. داكور كولا تو فير. كولا تو فير ماذا ستفعلين أو ماذا ستفعل. إذن ستقول البنت أو يقول الولد جو في مابيي اي ابخي جو فيان ديجوني. أنا سألبس جو في مابيي. هذا الفيرب سابيي يعني لابسة. إذن جو في مابي يعني أنا سألبس اي أبخي وبعدها جو فيان ديجوني وبعدها سآتي لأفطر وبعدها سآتي لأخذ الفطور. فيان تو ديجوني مانتونون. إذن أنت ستأتي لتفطر الآن أو أنت ستأتين لتفطر الآن. إذن هنا سؤال. فيان تو ديجوني مانتونون. إذن ستقول البنت أو يقول الولد وي جو فو اون تاتخين على كونفيتور اي مولي. اذا سالتها او سالته الام فيان تو ديجوني مانتونون اتاتي لتاخذ فطورك الان. اذا سيقول او ستقول وي جو فو اون تاتخين على كونفيتور اي مولي. انا اريد اون تاتخين. بطبيعه الحال اون تاتخين المقصود بها اون ترونش دو بان يعني هي واحد القطعه ديال الخبز. دو طاي يعني بواحد القدر. أحيانا نتكلم على طاي يعني على القامة. هنا بطبيعة الحال نتكلم عن القدر، قدر من الخبز. المقصود بهذا أن تاتخين إت أون ترونش دو بان يعني هي واحد القطعة من الخبز دو طاي إي دو فورم كيلكونك يعني أنها بواحد القدر وبواحد الشكل كيفما كان. سيغ لاكال والتي عليها أونيطال. أونيطال يعني أننا تنجبدو فوق منها بحال تنقولوا حنا بالدارجه تدهن فوق منها. اونيطال باننا نمدد عليها. لوغير ايطالي يعني انك تمدد شيئا. اونيطال سلوغير ايطالي او بمعنى اخر اون تاتخين. هذاك الشيء سموها اون تاتخين. اون تاتخين طبعاً حتى تجي من فعل تاتخيني سيتادير ايطالي دي بور يعني انك تمدد زبده مثلا كونفيتور الى اخره. اذا انك تاخذ هذه القطعه من الخبز ثم تمدد عليها زبده او شيء من المربى الى اخره. اذا هذه القطعه من الخبز بهذا الشكل اذا تسمى اون تاتخين. البنت ماذا قالت؟ وي جو فو اون تاتخين على كونفيتور. انا اريد قطعه خبز طبعا الحال ممدد عليها دو لا كونفيتور يعني ممدد عليها مربى. اي مولي وحليبي. واريد ايضا حليبي. الام هنا مو جو فير شوفيتون لي ساذهب لاسخن حليبك. مو جو فير شوفيتون لي طبعا حال غير شوفي يعني انك تسخن شيئا.
إذا شوفي طون لي يعني أنني أسخن حليبك. مو جو فيغ، مو جو فيغ يعني أنا سأفعل. شوفي يعني تسخين، طون لي حليبك. إذا المقصود بأنني سأذهب لأسخن حليبك، هذا هو المقصود هنا. مو جو فيغ شوفي طون لي أبخي جو في موكيبي دو تا بوتيت سوغ، بعدها سأنشغل أو سأهتم بأختك الصغيرة. Moi, je vais faire chauffer ton lait. Après, je vais m'occuper de ta petite sœur. Et le bint, ماذا ستقول أو الولد؟ Maman, je vais faire ma tatrine. أنا سأذهب لأفعل ما تاترين. المقصود بأنه أو بأنها تريد تجهيز قطعة الخبز وأن تضع عليها المربى. إذن ماذا ستقول الأم؟ Tu fais très attention à tes habits. أنت تفعلين انتباه لملابسك. رأينا قبل قليل جو في مابيي يعني أنا سأذهب لألبس. هنا عندنا ليزابي يعني الملابس. إذا عندنا لوفير سابيي يعني لابسة، وعندنا ليزابي اللي هما الملابس. إذا تو في تخي أتونسيون، إذا تو في تخي أتونسيون أتيزابي، أنت تفعل انتباه أو أنت تفعلين انتباه لملابسك أو لملابسك. المقصود أنه عليك أن تنتبهي أو لتنتبه لملابسك. تو في تخي أتونسيون أتيزابي. بعد قليل ماذا ستقول البنت أو الولد؟ جي تيرميني دو ديجوني، جي تيرميني دو ديجوني يعني أنا انتهيت من الفطور. ستقول الأم داكور متفقة، مانتونو سي لور دالي أليكول، الآن إنها ساعة الذهاب إلى المدرسة. المقصود بأنه وقت الذهاب إلى المدرسة. إذا ماذا ستقول البنت؟ مامو جو سوي بخيت يعني أنا جاهزة. أمي أنا جاهزة. مامو جو سوي بخيت، أمي أنا جاهزة. طبيعة الحال في حالة الولد يقول مامو جو سوي بخي، مامو جو سوي بخي يعني أنا جاهز، يعني أنا جاهز للذهاب إلى المدرسة. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.